اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي أتم صحة. طبعا يا جماعة هم قاعدين دلوقتي أهو في المفرش ده، اسمه مفرش بتاع المانجا، ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعة المانجا عاملة إزاي. بصراحة المانجا ما شاء الله تبارك الرحمن السنة دي كتيرة ورخيصة، ربنا يا رب يجعله موسم حلو كده يا رب ومربح على كل المزارع، اللهم امين يا رب. بصوا طبعا العمال، والله عايزه اقول لكم العمال يعني طالع عينيهم بصراحه، شغل المانجا متعب جدا 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 جدا. بصوا ده بقى بيرص كده المانجا اهو، طبعا العويس لوحديها، الفونس لوحديها، البلدي لوحديها، الزبده لوحديها، طبعا انواع المانجا كتير جدا 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 زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اللي عايز ياكل بقى مانجا دلوقتي ياكل براحته، قبل ما ايه المانجا بتبقى في اخرها بصراحه ما بتبقاش حلوه، دلوقتي في البشائر بتاعتها دي تاكلي وانت مطمئنه. وتخزني وما تخزنوش دلوقتي يا جماعه، لسه شويه على الخزين بتاع المانجا، لسه شويه ما تخزنيش دلوقتي، شويه كده هترخص هتبقى كتير جدا جدا جدا. طبعا ده كله كده عويسي ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. يا رب بقى يا جماعه الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتنول اعجابكم، اللهم امين. وانتوا طبعا اخواتي في الله، ربنا يا رب يبارك فيكم ويكبر بخاطركم زي ما انتوا بتكبروا بخاطري في اي فيديو، ربنا يا رب يكرمكم اللهم امين، ويوفق كل القنوات المحترمه اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين بصوا طبعا ده كله ما شاء الله تبارك الرحمن عويسي. بصوا الحبايه اللي هي مش عويسي بيحذفها بعيد، لان الفرشه دي كلها كده عويسي. احلى اكل يا جماعه عايزه اقول لكم، احلى اكل مانجا ده العويسي، العويسي طبعا والفص والعصير الخزين اللي بنخزنها طبعا اللي هي الزبده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين بألف هنا وشفا، بصراحة بيبقى أيام جميلة جدا جدا، هي أيام تعب بس بتبقى أيام حلوة والله، كلها طبعا خير وبركة، ربنا يزيد الناس اللهم أمين يا رب وإحنا من ضمنهم. بصوا بقى العمال قاعدين كده وعمالين بقى يفرزوا في قلب المانجا، واللي يشيل مانجا واللي يحط مانجا انا بصراحه ما بعملش اي حاجه، انا باكل بس مانجا يا جماعه. يعني عايزه اقول لكم انا ما بعملش اي حاجه خالص، انا اهم حاجه ان انا اكل مانجا وبس. وربنا يا رب يبارك فيكم اللهم امين يا رب، وتسلموا لي احلى واجدع اخوات، والله العظيم انا بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الحلوه اللي بتحفزني كل مره، قسما بالله انتوا اللي بتخليني مستمره في الموضوع دون. فالحمد لله، ربنا يا رب يجازيكم خير اللهم امين يا رب. وما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات الحلوه، وطبعا بشكر كل اللي بيدعم لي قناتي بلايك او باشتراك او بتعليق، ربنا يا رب يجازيه خير اللهم امين. وتسلموا لي يا احلى واجدع اخوات في الدنيا بحالها. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، منجاية كده عويسي على قد ما